بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نرسم الفلو نت بتاعتنا، ولازم بس نراجع مع بعض إن الفلو نت عبارة عن هي الفلو لاين أو الخطوط بتاعة السريان والإيه الخطوط الضغط الإيه المتساوي. وقلنا الاشتراطات إن إحنا قلنا إن لازم لا تتقاطع الفلو لاين بتاعتي، ولازم تعمل مربعات قدر المستطاع مع الايكو بتنشن، ولازم تكون متعامده مع الايكو بتنشن قدر المستطاع. طيب ايه الخطوات بقى بتاعتنا؟ الخطوات بتاعتنا اول حاجه نعمل ايه؟ نرسم المساله بتاعتنا في بسكيل مناسب. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا الشكل، ابتدي ارسم الشكل اللي قدامك ده. ده اترسم اهو بسكيل ورسمته، ده خلص كده. دي اول ايه خطوه. خطوة الثانية determine boundary conditions that are in previous boundary for flow line and highest and lowest equipotential A line. يعني ايه؟ يعني لازم ابتدي اقول فين عندي، فين اللي عندي اول خط سريان او الباوندري بتاعتي. الباوندري بتاعتي اللي هي المية، هي شايفة الحتة دي، ده الشكل اللي قدامك ده او ده. يعني المية هتمشي من هنا لهنا كده هو، او تمشي بالشكل ده، واضح؟ طيب فين بقى الخط الضغط المناظر ليهم؟ ادي اول خط ضغط وادي اخر خط ضغط. ده اللي عليه الضغط الكبير، ميه لو حطيت البيزومتر هنا تلاقي الميه تطلع فوق، وهنا الميه تطلع على الديتم بتاعك اللي هو هنا. يبقى انا احدد بعد كده اول خط سريان اهو واخر خط سريان اهو. بعد كده عايز ارسم ايكو بوتنشن، ادي اول خط ايكو بوتنشن وده ايه تاني خط ايه بوتنشن. تعال نشوف الخطوه اللي بعدين. بيقول فروم باوندري كونديشن درو ذا فيرست اند ايميجيني لاست ايه فلو لاين. وده عملته خلاص. درو ذا فيرست اند لاست ايكو بوتنشال لاينز عند الاتش بيساوي اتش والاتش الثانيه بتساوي مين؟ صفر. ده اللي احنا قلناه. بعد كده ايه؟ درو 2 4 5 or 6 فلو لاينز بارلل تو فيرست اند لاست لاين اس بوسيبل. اس ايه بوسيبل؟ يعني ايه؟ يعني هبتدي ارسم خط كده، شايفين الخط ده الازرق ده والخط ده والخط التاني ده. لاحظوا ان الخطوط ديت تقريبا بتوازي الخط الاولاني وبتوازي الخط التاني. طبعا واحد يقول لي ازاي اعمل خط يوازي الخط ده ويوازي الخط ده وهما متعامدين؟ قلنا as possible. ولاحظ بس حاجه تانية ان هنا ماله ده طالع هنا ماله عمودي. ليه؟ عشان ده ايكو ايه بوتنشال. يبقى ده ادي اول خط وادي تاني خط وادي تالت خط. طيب وبعدين بعد ما ارسم الخطوط دي تعمل ايه؟ نبتدي نرسم مين بقى؟ الايكو بوتنشال لاينز بحيث زي دونت انترسكت اني واي، لا تتقاطع. زي ار بيربنديكولار تو فلو لاين، عموديه على الاي لاين. زي فورم سكوير ويز فلو لاينز اس بوسيبل، يعني قدر برضك الايه؟ المستطاع. ازاي الكلام دوت؟ بص كده انا رسمت واحد اهوت شايفينه، وادي واحد تاني اهوت. بص عمودي قدر المستطاع مربع، قدر المستطاع. ما انت مش هتوصل ان هي بقت مالها مربعه كامله يعني، بس انت على حد ما تقدر. بس الفتل ميستيك اللي انت تخليه ماله؟ تخليه ايه؟ تخليه لا يتقاطع. يعني ما تجيبليش واحد من هنا. مهم، في ناس بتغلط كتير جدا، بترسم ده عشان يرسم ده عمودي كده ويرسم التاني كده، بقى الاثنين دول متقاطعين. دي خطا، احنا ما ينفعش نرسم ده. لكن نرسم ده كده ونرسم ده كده اهوت ونرسم ده كده بالشكل اللي قدامك هنا. طبعا في اشكال مش هتبقى واضحه عندك، ممكن توسعها شويه تضيقها شويه، ده متروك ليك بعد كده. عشان كده هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انسبكت اند ريدرو ميجور ايرور، لو في ايرور كبير حاول تراجعه وتخلصه. يبقى انت رسمت الرسمه بتاعتك اللي قدامك ديت، يبقى انا حددت مين الفلو نت بتاعتي. شكرا.